3 منتخبين جاءوا إلى مقر القنصلية العامة بفرانكفورت صباح هذا اليوم الأخير من الفترة المحددة لانتخابات الجالية. الصندوق كان لا يزال مشمعاً، وهذه أولى الأظرفة التي هوت في جوف المكعب الشفاف. أنا نتمنى باللي الحل لكل مجتمع الجزائري، باللي ما ننساوش الشباب الجزائري، المستقبل نتاع الجزائر هو اللي ليه à l'avenir de notre jeunesse. Il faudrait s'occuper de notre jeunesse, l'orienter dans un monde moderne, dans un monde de respect, dans un monde démocratique où chacun trouve sa place et chacun a ses droits pour l'harmonie du peuple algérien. وهل تعتقد أن هذا الأمر راح يتحقق ابتداء من 17 أفريل؟ نتمنى إن شاء الله باللي le président qui va gagner le vote que il intègre cette importante disons un message important qui puisse garantir l'avenir de notre pays dans un monde qui est en transition permanente, qui est plein de turbulences politiques. Et je souhaite que l'Algérie retrouvera sa paix et que tout le continent africain également retrouvera sa paix et son avenir. يعطيك الصحة. الله يرحم الشهداء. الله يرحمك يا ولدي. أنا هذاك اللي راني عامل. أنت انتخبت الحاج وقتاش؟ انتخبت نهار أول مرة وقتاش انتخبنا هنا؟ نهار السبت. انتخبت في أول يوم. في أول يوم انتخبت هنا في مع الانتخاب هنا. في أول يوم. الحاج واش تستنى من الانتخابات الرئاسيه الحاليه كنتائج؟ نستنى النجاح والهنا والصحه للوطن، للشعب الجزائري، والمستقبل للوطن الجزائري ان شاء الله. هذا ما نستناو من يعني من من من, من هذا الانتخاب. هذا حاجه واجبه علينا. لكن بعد دقائق يعود الصمت إلى المكتب، فهذا القنصل يطل من نافذة القنصلية لتحسس الإقبال. وهذا عم إبراهيم، يقولون بالقنصلية أنه تطوع للوقوف على قارعة الطريق لعله يستقطب بوطنيته جزائريين بين المارة، لكن القنصل يكسر الجمود ويقرر أن ينتخب في آخر يوم حتى ولو لم تحقق نسبة المشاركة السقف المأمول.